أود في البداية أن أعرف عن تعازينا الحارة والقلبية لأسرة الراحل الصحفي أحمد شوقي العطار الذي وافته المنية تقريبا من شهرين. أحمد شوقي من الشخصيات اللي عملت معاها بقرب صراحة، صحفي دمث الأخلاق، شخص متفاني في عمله وفي عمله بكل جد واجتهاد، ساهم بشكل كبير في نجاح الكثير من التغطيات اللي غطيناها نحن في العين الأخبارية، وآخرها كان تغطية كوب 28 اللي استضافتها دولة الإمارات مؤخرا. وتقديرا منها وعرفانا وتكريما لهذه الشخصية الراحلة العزيزة على قلوبنا، نقدم له هذا التكريم وهذا أقل الواجب له، ترحيب بكل الضيوف، ونجاحكم هو نجاحنا ونجاحنا هو نجاحكم، وبكم إحنا وجودنا في القاهرة وجود ناجح وجود مؤثر، وحقيقي نحن نفخر بهذه العلاقة التي تربطنا بكم وتربطكم بنا، ونحن عائلة واحدة. منذ أن انطلقنا كنا حريصين دائما على أن يكون في كل لقاء يجمعنا بنخبة مصر وقواها الناعمة الرائعة أن نحظى بشرف تكريم مجموعة من المبدعين المسلمين الذين أضاءوا في الدنيا إبداعا شعرا وثقافة وفنا وأعضاء إنسانية لمحة الأرض.